من بعد العيد البلد فيها مشكلة، وأنا ما بعتبرهاش مشكلة عشان أكون واضح، يعني في توفر السجاير. أنا طبعا لو ما فيش سجاير خالص أنا سعيد، ولكن للأسف السجاير سلعة هامة جدا لكثير من الناس في مصر، يصرف عليها مليارات. وما لا تعلموه سيادتكم أن الضرائب التي تحصل من السجاير في مصر سنويا هي تغطي جزء كبير من الرعاية الصحية المصرية. الأسبوعين اللي فاتوا دول اختفاء كامل خصوصا للسجاير المصرية اللي هو الكيلوباترا والماركات اللي الناس تعرفها، زي ما حالكم شايفين هذه الصور الغريبة. يعني لو كانت ما يعني ما مصر مفيش على العيش زحمة كده، مصر مفيش. طب الحمد لله طبعا يعني انه العيش متوفر ابو شيلين ده ومفيش عليه الزحمة، انما الزحمة ديت عشان علبة سجاير. حالكم شايفين طبعا انه ده في يعني مكان من الاماكن الريفية في مصر. بالنسبة للناس ديت هو ما بيصحاش غير ما يشرب سيجارة للأسف، يعني لا يفتح عينيه صباحا غير ما يشرب السجاير. الكلام اللي في السوق ايه؟ انه يبدو انه يعني طب خلينا نشوف الأستاذ إبراهيم الإمبابي رئيس الشعبة العامة للدخان والسجاير باتحاد الصناعات. أهلا أستاذ إبراهيم. خير عمري بيه. ايه السبب؟ ايه الحكاية في الموضوع اللي احنا شايفينه ده؟ يتلخص في عبارة واحدة عمري بيه، إن أذنت لي، من آمن العقاب أساء الأدب. حضرتك سمعني؟ أيوه يا فندم سمعك يا فندم. من آمن العقاب أساء الأدب. حضرتك إحنا كجشع تاجر ليس له عنده ضمير، يعني إحنا كشعبة قبل ما يحصل الزيادة في السجاير في شهر 2 قعدنا مناقشات مع المحترم معالي وزير المالية ونائبه المحترم أحمد بيكو جاي، وكان رأيي الأساسي حاجة واحدة، أنا عايز خطة طويلة الأجل، مش عايز زيادة كل 6 شهور. الناس استجابت، وأنا من منبرك بطمن التجار ما فيش زيادة في شهر 7، مش هيحصل زيادة في شهر 7. أنا واخد وعد لمدة 18 شهر هذه السلعة الاستراتيجية. احنا ما بنقولش لحد دخن او دخنش، التدخين مسؤولية كل مدخن، ولكن انا كقطاع اقتصادي اخذت موافقة ووعد من معالي وزير المالية ونائبه المحترم لا يوجد زيادة في السجائر اقرار قانون 13 سنة شهر 2 2020 الا بعد 18 شهر. فايه اللي حصل علشان نفسر كل شيء؟ التاجر متعود ان في شهر 7 في الميزانيه الجديده بالسجاير هتزيد. انا بقول له من منبرك المحترم والله ما هتزيد، والكراتين اللي انت مخزنها دي انت هتشيل ومجمد فلوسك. الحاجه الثانيه، فين الرقابه بقى؟ فين الناس بتوع مباحث التموين؟ عارفين المخازن بالاسم والعنوان، انزل بحر بقى، انزل باب البحر بس، مخازن مترسله سجاير. طب ليه في الخروج دي هذا اللي ما فيش ضمير؟ ده بسميه ما فيش ضمير. يعني حضرتك بتقول ان السبب الاساسي ان التجار مخزنين السجاير عشان عندهم قناعه انها هتزيد في شهر 7، وهو الامر اللي حضرتك بتنفيه. حضرتك عايز اسال سؤال، انت راجل بتحلل بتقول حكايه، هل يوجد نقص في اي صنف من السجاير اخرى؟ لا. وخد بالك نفس السجاير دي والسجاير الكليوباترا واخواتها بيتصنعوا داخل الشركه الشرقيه استرن كومباني. يا جماعه مش كده، فين ثقافه المستهلك؟ فين حمايه المستهلك؟ هي اجهزه ما بتشتغلش؟ فين مباحث التموين؟ هو لو مخزن واحد بس تم مصادرته عمرو بيه، مخزن واحد، كل الكراتين اللي متخزنه هتطلع.
هو انا مش قادر ادافع عن الحكايه دي ولا قادر اناشد مباحث التموين، لان انا مباحث التموين عايزهم يشتغلوا في حاجه تانية غير السجاير بصراحه. موضوع السجاير يعني ما مش لازم نتحمس له قوي كده يعني، بس هو ادينا بنقول للناس ايه الحكايه، لانه المشاهد بقت مبالغ فيها جدا. يا عمرو بيه حضرتك قلت ايه؟ ما بيصحاش من النوم الا لما بيشرب سيجاره. التدخين مسؤوليه كل مدخن، ولكن انا واجبي كجهاز احمي المستهلك. فين ثقافة المستهلك؟ فين اللي لو علبة زي ده ربع جنيه اقف ما تحركش من قدام المحل او الكشك واطلب حماية المستهلك، اطلب مباحث التموين؟ امتى هيبقى عندنا الثقافة دي يا عمرو بيه؟ لا وهو كمان اليومين دول حضرتك شايف طبعا ولا واحد فيهم لابس كمامة ولا حاجة، فيعني كمان هي مش ناقصة يعني. أنا أفهم التزاحم على أبواب المستشفيات، أفهم التزاحم على أبواب الجامعات المدارس، إنما على محل السجاير في الريف المصري كتير قوي يعني. حضرتك قلت كلمة في الأول، قلت قتل ما عمد الإصرار والتغاصر. حضرتك قلت في مقدمتك بتقول إن هذا الشخص لو في محاكمة لازم يتحاكم فعلا قتل مع القصد والترصد. حرام يا جماعة، خلي التجار يبقى، أنا بطمنهم والله ما في زيادة، والله ما في زيادة، أنا واخد عقد، واخد اتفاق، ووعد مكتوب من المحترم معالي وزير المالية ونائب أخرى. هو القضية كمان إنه بعض الناس لما قريت عن هذا الأمر ابتدوا يشربوا السجاير الصيني، وحضرتك عارف طبعا موضوع السجاير الصيني ومش الصيني طبعا يا فندم وحاجات كده، يعني حتى اقتصاديا يعني حتى لو هنحط موضوع الصحة على جنب اقتصاديا المواطن ابتدى يروح لسلعة مستوردة غير السلعة اللي هي بتاعة البلد. حديدك من الشعر بيتي يا عمرو بيه. اتفضل. حضرتك موازنة 2019-2020 كنا حاطين في الموازنة ان هناخد من قطاع من هذا القطاع وزارة المالية هتاخد 65.8 مليار. حضرتك وزارة المالية بتاخد من التدخين 65 مليار و8 من عشر. حضرتك ارجع للموازنة اللي قرر في مجلس الشعب، انا ما بقولكش الا ارقام. أيوة. حضرتك لما حصل هذا الوباء وابتلاء من الله علينا كلنا، انا وصف اخر اجتماع مع معالي وزير المالية واحمد بيكو جاك، انا اشفقت ان ما عادش عنده فلوس يصرف على اي حاجة تانية. عارف عملنا ايه؟ اخترعنا وقعدنا، لان انا جزء من النظام، انا ما ينفعش اشوف الخزنه فضت. طب هيصرف ازاي على التعليم؟ هيصرف ازاي على الكمامات؟ هيصرف منين؟ اخترعنا شيء جديد الا وهو رسم الوارد. قلنا هنيجي على القطاعين اللي ما حدش هيقدر يتكلم فيهم، اللي هو الاتصالات اللي حضرتك كنت بتتكلم فيه وقطاع التدخين، واخترعنا 3 جنيه من الهوا علشان نزود الخزينة، لأنه مش هيقدر ياخد 65 مليار. حضرتك بقالنا 3 شهور مصانع المعدن كلها قافلة وإحنا ما بنعترضش، إحنا ما بنعترضش، ولكن صحة الإنسان أحسن من أي حاجة. ولكن كمان بقى يجي زي ما حضرتك أشرت وكنت لماح وقلت إن كمان بيخرب الاقتصاد وروح يجيب لي سجاير مهربة، ده يبقى ظلم مبين، يبقى ظلم مبين يا عمرو بيه. طب أنا عايز أسأل حضرتك سؤال يا أستاذ إبراهيم. اتفضل يا حبيبي. حضرتك بتشرب سجاير؟ انا بشرب سجاير كيلوباترا ولا مستورد؟ لا دفدف. طيب شكرا استاذ. بس اقول لك على حاجه. ايوه. ما بحبش ولادي يشربوا سجاير. ما هو يعني ما اصله هيبقى صعب جدا تبقى مسؤول عن الشعبه وما تدخنش يعني. ربنا الله يفتح عليك، ربنا يتوب عليك ان شاء الله. شكرا. انا وانت يا رب. انا وانت ما بدخنش يا فندم الحمد لله. شكرا. طب الحمد لله ده فرق. الحمد لله. شكرا استاذ ابراهيم.